اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشره من مدينه الدار البيضاء. كيف ما كتشوفوا احنا متواجدين حاليا منطقه باب مراكش. كيف ما كتلاحظوا معنا الرواج اللي كاين هنايا باب مراكش. طبق على الباعه سواء الفراشات كيفرشوا كيوجدوا طبيعه الحال السلعه ديالهم استرزقوا الله. الله يسهل على كل واحد. كما كتشوفوا كيكون هنا الرواج كبير يعني في باب مراكش دائما كيكون الرواج هنايا كبير. باب مراكش معروف في المحلات التجارية اللي كاينين هنايا. كما كتشوفوا محلات يلاه كيفتحوا الابواب ديالهم كل اللي يفتح صباح كل اللي يلاه يفتح طبعا كيرسرقوا الله. طبعا حالة الفراشات هنا يمانين فراشات في حدا واحد الشعبية اللي هي كبيرة طبعا نقولوا هنا من أمام المحلات التجارية باب مراكش. كما كتلاحظوا معنا كنلقاو حتى أصحاب الماكلة هنا كاينين يعني محلات تجارية في باب مراكش بحال يعني مول. كانت مول يعني ديال الناس زمان هنا في المدينة القديمة عبارة عن مول يعني متجمعات تجارية سواء التجارة. كندخلوا المول كنلقاو فيه يعني الأبواب يعني المحلات التجارية كنلقاو فيه يعني المطاعم. فكذلك باب مراكش بنفس الشكل. كيف ما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء. كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر كاين واحد غنقول واحد الحركة هنايا المحلات التجارية باب مراكش. كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر طبيعة الحال محلات تجارية باب مراكش. الرواج دائما كيكون هنا الرواج سواء خصوصا في العشية وطبيعة الحال في الويكاند اللي كيكون يعني طول اليوم راه كاين الرواج هنايا باب مراكش. الميزه اللي في باب مراكش انه كتلقى المحلات التجاريه كتلقى مطاعم يعني اللي يجي هنايا يقدر يعني يدوز يعني اليوم ديالو كله هنايا ما كاين حتى شي مشكل. وكذلك حتى في وسط المدينه الداخل يعني باب مراكش يعني الداخل كذلك راه عامه يعني بالمحلات التجاريه والاثمنه بطبيعه الحال كتختلف من واحد من فئه لاخرى من المحل التجاري للمحل الثاني. كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية هذا البث المباشر. كنتمنى نكون قربناكم الأجواء هنايا باب مراكش على أمل تا
نلتقي بكم بث آخر بحول الله، إلى اللقاء.